صندوق استكشاف فلسطين، المال والجغرافيا كأدوات احتلال. في عام 1865 عقد اجتماع واسع في مدينة يورك شمال إنجلترا، ضم عدداً من القساوسة والأساقفة من التيار المسيحي الصهيوني، إضافة إلى طيف من رجال المال والصناعة والخبراء والعلماء، منهم رئيس جمعية العمارة الملكية ورئيس الجمعية الجغرافية الملكية. قاد الاجتماع لتأسيس صندوق اكتشاف فلسطين برعاية ودعم وتمويل مباشر من الملكة فيكتوريا التي اعتبرته مشروعاً قومياً للشعب البريطاني. كان الهدف الرئيس والمعلن من إنشاء الصندوق هو التقصي والبحث والدراسة لآثار فلسطين وجغرافيتها وجيولوجيتها وتاريخها، سعياً لاختلاق روايات وشواهد تؤكد الروايات التوراتية عن أحق حقية اليهود بأرض فلسطين. كانت أول أعمال الصندوق هي المسح الجغرافي والجيولوجي الشامل لفلسطين، والذي انتهى بإصدار الصندوق عام 1888 خريطة كاملة لفلسطين تتكون من 26 لوحة، إضافة إلى 10 مجلدات دونت جيولوجيا فلسطين ونباتاتها وطيورها وحيواناتها ومصادر المياه والآثار. كما جمعت فرق الصندوق الأسماء العربية لأكثر من 10,000 موقع ما بين بلدة وقرية ومدينة وخرابة، واختلقت لها أسماء عبرية وتوراتية دون أي دليل علمي أو منهجي واضح. ومن هذه الأمثلة إطلاق اسم أريحة التوراتية على تل السلطان، وجيزر على تل أبو شوشة، ولخيش على تل الدوير، وغيرها من التسميات المفبركة. كما أوفد الصندوق إلى فلسطين عددا من المهندسين الضباط لأعمال المساحة والتنقيب التي غلب عليها الطابع العسكري بالدرجة الأولى، وتضمنت في إحداها على سبيل المثال مخططا كاملا ومفصلا لمدينة القدس، كان لاحقا مرجعا مهما لجيش الاحتلال البريطاني في معارك احتلال فلسطين. فصولا متتالية من حكايات التخطيط والتواطؤ، وقرون من الزمان تقطر دما وإجراما وتزويرا، كانت ولا زالت شاهدة على حقيقة هذا الكيان وصفعة على وجوه كل المطبعين والخونة وكل من يظن أن هناك سبيلا للحل أو الاعتراف به.